الجدل اللي صاير بين البنك المركزي والحكومة ما احناش متعودين به، والحقيقة ما حبيتوش يخرج العلن. كان من المفروض وأن الحوار بين مؤسسات الدولة يتم في الأطر المخصصة. خطأ شكون؟ الحقيقة مانيش قريب. خطأ رئاسة الحكومة اللي يفترض تتشاور مع البنك المركزي ويتم حسم الخلافة والاختلاف في وجهات النظر في الكواليس داخل مؤسسات الدولة، أم الخطأ في البنك المركزي اللي عبر صراحة عن موقف ويقول لك أنا موش دوري هذا، أنا ما نجمش نعطيكم سك على بياض، وانتم كل عام عندكم حكومة جديدة. صحيح، هو رو كل كي تسمع كل طرف محق والزوز محقين، وتو نقول لك بعدين كيفاش كل طرف لابد يتنزل شويه، ولكن المسؤوليه مشتركه. ما حبيتش هالخلاف يخرج زين العرك اللي في المجلس، وصلنا للعنف المتبادل بين النواب اليوم. ما يلزمش الجدل اللي موجود في المشهد السياسي يمشي الى مؤسسه الدوله، هذا خطير جدا. دونك هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا في قانون الماليه التكميلي لسنه 2020 عندنا تقريب حاجة للتموين في حدود 19 مليار دينار على طول السنة. 19 مليار دينار، من بينهم 12 مليار دينار تدين داخلي و7 مليار دينار تدين خارجي. التدين الخارجي خلاص سمينا العملية. التدين الداخلي عندنا 12 على طول السنة 12 مليار دينار، جبنا منهم إلى حد الآن 4.5 مليار دينار ديون داخلية وقع رفعها. المزال الجاب فين موجود؟ تقريبا إلى حد الآن مازالنا 6.5 مليار دينار يعني عجز لابد من تمويله من هنا لآخر السنة. اليوم كرا قانون مالية التكميلي لسنة 2021، واللي نقول هو هذيك راهو حقيقتنا، هذاك الديجنوستيك شنو عطى الدولة. مشيت في خيار وأن عملت على النظام المالي ككل لرفع العجز في ميزانية الدولة اللي تقريبا وصل 13.4% من خلال حاجتين. الحاجة الأولى هي إصدار رقاع خزينة كما تعمل كل عام في حدود 3.5-3 مليار دينار، يقع إصدار رقاع خزينة، البنوك والمؤسسات المالية تكتتب في الرقاع هذه، وبالتالي هما يمولوا يواصلوا تمويل العجز في ميزانية الدولة. التقنية الثانية هي تقنية شراء الديون، وتقنية شراء الديون خلنا نبسطوها. البنك المركزي ما يمشيش يقرض مباشرة خزينة الدولة، يمشي يشري رقاع الخزينة اللي شريتها البنوك ومخبيتها حتى لين يجي الأجل متاعها. إذن هو البنك المركزي يتدخل بطريقة غير مباشرة، يتدخل في المارشي سيكوندير في السوق الثانوية ومش في المارشي بريمير، وبالتالي فهو تمويل غير مباشر لخزينة الدولة وللعجز في ميزانية الدولة. يقول قائل يا أخي قانون البنك المركزي 2016 يسمح بشيء هذا؟ ينعم يسمح. قانون البنك المركزي القانون الأساسي متاع 2016 اللي احنا متمسكين به، أنا نرى وأنه الاستقلالية متاع البنك المركزي راهي مكسب وطني، حتى أنه البنك المركزي ما يكونش تحت ضغط الأحزاب وضغط السياسة، لابد أن تكون في استقلالية. لكن هالاستقلالية لا تعني بالمرة عدم المساهمة في تمويل العجز في ميزانية الدولة. اليوم تدخل البنك المركزي نجم يكون بزوز طرق. طريقة مباشرة، إيش معناها؟ يجي البنك المركزي يقول لك نمشي نمول العجز في ميزانية الدولة مباشرة من خلال تقديم تسبيقات للخزينة العامة، ولكن هذا حسب قانون الحالي غير ممكن. شو يلزم إذا كان نحب البنك المركزي يمول بطريقة مباشرة؟ يلزم نغيروا الفصل 25 من قانون البنك المركزي الأساسي. ولكن هل تمويل هذا يلزم عنده شروط؟ قديش لنا حد ينجم البنك المركزي يساهم في تمويل خزينة الدولة؟ بأي نسبة؟ بأي شروط؟